أهلا بكم من جديد. تمكنت أجهزة الشرطة بمحافظة يبن من إلقاء القبض على رجل يرتدي ملابس نسائية يعمل ضمن عصابة تسرق الرجال بالإغراء. من يبدو متنكرا في الصورة ويرتدي ملابس نسائية ألقي القبض عليه في مدينة إب، وأودع هنا في البحث الجنائي لتقول المعلومة الأولية أن وراء هذا التنكر قصة نصب وسرقات أموال أشخاص بطريقة الاستدراج والتنكر. تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الأمن وهو متنكرا بزي نسائي، وعند استجوابه اتضح لنا عدة أشياء، أنه من ضمنها أنه يقوم باستدراج كثير من الأشخاص إلى أماكن معينة على أنه فتاة، وعندما يأخذه إلى مكان معين بالتنسيق مع أشخاص آخرين يقومون بالهجوم في ذلك الوقت، ونهب ما بحوزة هذا الشخص من أموال أو تلفونات أو سلاح أو غيرها، وهكذا يستمر إلى أن تم إلقاء القبض عليه. عمليات كثيرة يقول البحث الجنائي أن الرجل قام بها مع عديد من الأشخاص من جهة وبرفقة أشخاص له من جهة أخرى، والتحقيقات مستمرة معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة. من لديه عوان آخرين أسماءهم لدينا سيتم التحري والبحث وإلقاء القبض عليهم وإحالة ملف القضية إلى النيابة إن شاء الله. طريقة تبدو مثيرة وغريبة ضمن مسلسل السرقات والاحتيال والاستدراج، لكنها تبعث رسائل كثيرة. من ضمن هذه الرسائل أن الوضع المعقد وصل بقيام البعض بافتعال مثل هكذا أعمال بهدف الارتزاق والبحث عن المال وبطرق مبتكرة مثيرة من وجهة نظرهم قد تكون ناجحة وسهلة، لكنها كانت سهلة بالنسبة لهذا لوصوله إلى هذا المكان حيث سيخضع للعقاب ويكون عنوان عبرة ومأساة. المجمع التعليمي رغم أنه الثانوية الوحيدة في مدينة الضالع ومحيطها، والذي يتكون من 48 فصلا دراسيا وملحقاته من المعامل والمكاتب، غير أن المواجهات العسكرية الأخيرة حولته إلى ركام بعد أن دمرته تدمير كامل. لكل واحد منهم حكاية فقد صديق أو تهدم بيت، لا درس في المعادلات الكيميائية يجعل ما في ذاكرتهم من فجائع الحرب درسا في التاريخ، مع ذلك لا يترجعون عن تزعم المستقبل كجيل سلام وبناء. الحرب دمرت كل فصولهم الدراسية، وفي مكتب التربية والتعليم القديم بالضالع يؤدي طلاب المجمع التعليمي اختبارات المرحلة الثانوية. بالنسبة لسير الامتحانات داخل المدرسة أو داخل المدرسة الامتحاني يعني يصير بشكل طبيعي رغم كل المشاكل والصعوبات التي واجهتنا خلال الحرب. لمدينة الضالع وضواحيها مدرسة ثانوية واحدة، لكنها في الحرب الأخيرة قصفت ودمر كل بنيانها، إذ كانت مجمعا تعليميا يضم العشرات من الفصول الدراسية والمكاتب والمعامل. انقضى من انتهاء الحرب أشهر ستة ولم تبدأ فيها لبنة من لبنات الإعمار. تم تدمير المدرسة بالكامل، وهي الثانوية الوحيدة في محافظة الضالع أو في مدينة الضالع بالذات العاصمة، ولكن استطعنا أن نوجد بديل واستمرت عملية التعليم حسب التقويم المدرسي منذ بداية العام الدراسي. مجمع الرئيس التربوي ثانوية الحمزة كانت أيضا تشمل جناحا لطلاب كلية التربية في الضالع، جميعهم تلاميذ مدرسيون وطلاب جامعيون يبحثون عن سقف تعليمي في عام دراسي جديد. في الحقيقة نفسية الطلاب ما زالت مكتئبة، وأكثر الطلاب عانوا من الحرب كثيرا،
وتحدي الصعاب واتوا الى هذه المركز لاتمام المرحله الثانويه لديهم. 48 فصلا دراسيا صارت ركاما من القطع الاسمنتيه، او هكذا تبدو الثانويه الوحيده لمدينه الضالع. محمد النقيب، صدى الاسبوع. حصلت جامعة عدن مؤخرا على الاعتراف الدولي ضمن الجامعات المصنفة والمعترف بها عالميا، فيما جامعة صنعاء لم تدخل ضمن هذا التصنيف. ما هي الأسباب وما هي المعايير؟ كثيرون يتساءلون. تعد جامعة صنعاء الجامعة الأولى في اليمن، هكذا تقول رئاسة جامعة صنعاء، أو هكذا يعتبر كثيرون. لكن اليوم وفي سياق التقارير العالمية ورد اسم جامعة عدن ضمن الجامعات المعترف بها عالميا، في حين كان يفترض أن تكون جامعة صنعاء ضمن هذا الاعتراف. فيا ترى كيف يرى اليمنيون هذا الإجراء؟ وما هي الأسباب التي جعلت جامعة عدن يعترف بها عالميا؟ أعتقد أن اعتماد جامعة عدن ضمن الجامعات العالمية هو تأييدا للشرعية هذه وشرعية الشرعية التي يتبعها أغلب اليمنيين، وحكم أن جامعة صنعاء تقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله، أعتقد أنها سوف تكون هي ضمن العقاب الذي سوف يعاقب به الشعب اليمني. تصور ورؤية إلى بعيد أن هذا القرار خلفيته سياسية، وأول هدف هو الحفاظ على الوحدة، ولكن هناك يعني انتقاص من جامعة صنعاء. أنا لست معهم تماما، ولكن أبارك لجامعة عدن هذا الثقة، وأتمنى من جامعة صنعاء، من الكادر القائم على جامعة صنعاء ومن الطلاب أنفسهم، يعني خلونا ننهض. البعض من الطلاب الذين كانوا يدرسون في جامعة عدن وهم اليوم يدرسون في جامعة صنعاء يطرحون رؤيتهم لهذا الاعتراف، ويضعون مقارنة بين الجامعتين من مربع الواقع الذي عايشوه. جامعة عدن من وجهة نظري، كوني أعرف جامعة عدن وأعرف كثير من الطلاب والدكاترة هناك دكاترة معتمدين جدا كثير، كذلك في جامعة عدن هناك تدريس مستوى في التدريس مستوى عالي جدا من التدريس، لكن في جامعة صنعاء متدني. فمن عام 2011 كذلك التطبيق في جامعة صنعاء نجد ما لا يوجد تطبيق نهائيا لا يوجد تطبيق، وإذا وجدنا تطبيق التطبيق في مستوى بدرجة متدنية جدا، لكن في جامعة عدن كل الكفاءات موجودة، كل التطبيقات موجودة. البعض من الأساتذة والأكاديميين في جامعة صنعاء بدوا مستغربين من هذا الأمر إذا ما كان فعلا تم، وطرحوا رؤيتهم في بعض أسباب ذلك. أعتقد أنه لا يعقل أنه يحصل هذا، وإن حصل فهذا نتيجة للإهمال والتهاون في أنه جامعة صنعاء لم تدخل في ما يتعلق بتقييم أو تصنيف الجامعات على مستوى العالمي، ودخلت جامعة عدن، معناته قيادة جامعة عدن كانت نشطة أكثر من قيادة جامعة صنعاء. خطوة إيجابية محسوبة لجامعة عدن أن تصير ضمن الجامعات المعترف بها عالميا، تقديرا لجهودها وأدائها بعيدا عن أبعاد القرار وأبعاد الاعتراف ورؤية البعض له. تعيش مدينة المكلا وضعا مأساويا صعبا، حيث تعاني المستشفيات الرئيسية بالمدينة نقص الإمكانيات ونفاذ كميات الأدوية مع انتشار الكثير من الأوبئة والأمراض. أرواح ذهبت إلى الأعلى وقلوبنا تنزف دما عليها، كل هذا في مدينة المكلا، إهمال وتهميش لكافة المراكز والمستشفيات الصحية في الأوضاع الراهنة في اليمن. تفاقم الوضع الصحي مؤخرا بشكل ملحوظ مما أدى إلى فقدان المواطنين في المحافظة. الوضع الصحي في المحافظة بشكل عام هو وضع كارثي، كلمة وصف كارثي أقل من قليل. يعني عندنا الوضع الصحي، كثير من الأجهزة مش موجودة، المحاليل الطبية مش موجودة، أدوية تعدم من السوق. مستشفى ابن سينا واحد من المستشفيات الحكومية التي تدهور أوضاعه في الأيام الأخيرة،
وضع صحي متردي نتيجة نقص الإمكانيات والاحتياجات ونفاذ كمية الدواء. مستشفى ابن سينا يعاني كثير من الإشكاليات، لا يتلقى أي دعم من أي جهات حقيقة، لا إغاثية ولا حكومية ولا أي جهات، خلاف بعض اللمسات المشكور منها من المجلس الأهلي يقدمون يعني بقدر استطاعتهم. المستشفى يعاني من نقص في التمويل الطبي. صار الحمل هنا في المستشفى حمل غير عادي، وبالذات المحاليل الخاصة بنقل الدم. نحن لا توجد عندنا محاليل متوفرة سواء كان في الأسواق أو عندنا، وأيضا الكلفة الشرائية لهذه المحاليل وما يتناسب أيضا مع عدد المحتاجين لنقل الدم. الفترة نعيش الآن مع الأزمة الراهنة، انقطاع كل يعني خصم نص من كل موازنات المناقصات، مما اضطرنا الى توقيف العمليات الروتينيه والحفاظ على العمل بالعمليات الطارئه فقط، لان المخزون لدينا لا يكفي العمليات الطارئه والروتينيه. ومنذ شهر 4 الى الان لم يرد الينا اي دعم بهذا الشيء من مستلزمات او كواشف وغيرها. الكهرباء من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور المستشفيات بصورة واضحة، وانعدام المشتقات النفطية من جهة أخرى. المشكلة الأكبر لدينا مشكلة مادة الديزل. مادة الديزل لدينا مواطية تستغرق بكميات كبيرة، بمعدل يعني ما يقارب 160 يعني لتر في الساعة، والمستشفى كبير وليس للمستشفى وإنما قسم غسيل الكلى وقسم الأطراف وأقسام كثيرة محملة على المستشفى في سينا، وما حواليها من 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 توابع للمستشفى، والآن مديونية لدى المستشفى من مادة الديزل أصحاب المحطات ما يقارب 9 مليون. وصرح مدير الصحة بالمحافظة أن هنالك مشاكل يعاني منها لعدم توفير المستلزمات والاحتياجات للمستشفيات. من 2007 إلى الآن 2015 نحن لم نشارف 2015 ولم ترفع الموازنات التشغيلية، ظلت على ما هي عليه، وهذا بحد ذاته إشكالية كبيرة يعكس نفسه على جودة الخدمات المقدمة. أيضا كثير من الأدوية التي كانت تقدم عبر وزارة الصحة عبر برنامج دواء انقطعت تماما من الوصول في هذه الفترة، وأيضا هذا ما زادتنا عبا، وزادت المواطن أيضا عبا في كلفة الخدمات الصحية واستعادة الكلفة، وكذلك في تقديم هذه الأدوية المجانية أو أدوية الطوارئ اللي كان أو أدوية الأمراض المزمنة اللي كان المريض يعتمد عليها من قبل الدولة. يعد مستشفى ابن سينا أكبر المستشفيات بالمدينة إن لم يكن الوحيد، وهو اليوم في حالة يرثى لها، ما فاقم الوضع الصحي والإنساني على المواطنين الذين يناشدون المعنيين للالتفات إلى حالته، لا سيما بعد تعرضهم للعديد من الكوارث، ولعل أبرزها إعصار تشابالا. في مبادرة من الأهالي في مديرية توبان بمحافظة لحج، مواطنون يحولون منازلهم إلى مدارس بعد أن طال تدمير أغلب المدارس نتيجة الحرب والمواجهات التي شهدتها لحج. في مشهد يدل على اهتمامهم بالتعليم ومستقبل أبنائهم في ظله، قام أهالي مديرية توبان بمحافظة لحج بتحويل منازلهم إلى مدارس. مبادرة سكان مديرية توبان جاءت بعد أن تعرضت مدارسهم للتدمير بفعل الحرب التي لم تبقي ولم تذر. الأضرار التي تعرضت لها مدارس مديرية توبان وهي على النحو التالي: أولا في إطار المدارس التي تدمرت تدمير كامل، وهي 6 مدارس، منها مدرسة الشهيد عبد العليم الذي نصور داخلها، وفضل سالم منصور بالحمراء، ومدرسة الشوكاني، ومدرسة الراية، ومدرسة مصعب بن عمير طهرور، ومدرسة المغربي في العناد. نتيجة لعدم وجود ما يعوض هذا الدمار، فلا يوجد كتب عندنا في المدرسة، نتيجة تدمير الكتب لا يوجد وسائل تعليم، الفصول الدراسية تدمرت كامل في هذه المدرسة، الكراسي تدمرت كامل، كل وسائل التعليم انتهت هذه المدرسة، ولا يوجد كذلك ما يقوم بتعويضها، فلم التربية لا يوجد لديها شيء تقدمه لهذه المدرسة. صحيح أن الأهالي خسروا الكثير ومعاناتهم لا تنتهي جراء الحرب والأزمات المتعددة والمتلاحقة، لكنهم يدركون أن الخسارة الكبرى هي توقف أبنائهم عن التعليم. قاموا بعض المواطنين بالبحث والسعي وراء منازل من أجل طلابنا وأبنائنا للدراسة فيها، وفعلا تقابلوا أهل القرية معنا في إعطائنا وتفريغ لنا بعض المنازل، والآن الدراسة مستمرة.
تحركوا جابوا كراسي وطرحوا فكرة على أساس أنها تكون بس داخل البيوت، وأن هناك أيضا من أصحاب القرية قاد جابوا وتبرعوا بهذه البيوت، وأنا واحد من هؤلاء الذين قاموا بهذا الشيء وقد أحضروا الكراسي وإن كان في نقص والكتب وعزموا على ذلك وعقدوا النية. تقدر وزارة التربية والتعليم عبر مكتبها في المديرية عاليا تعاون أهالي تبن واستشعارهم للمسؤولية كرديف أساسي لنجاح العملية التعليمية. قمنا بتيسير وتسهيل للأهالي البحث عن المنازل، والحمد لله توفقنا في ذلك، وقمنا بتجهيز الكراسي. مدرستنا تعرضت في الأحداث الأخيرة هذه إلى التدمير، وبدأنا عامنا الدراسي 2015-2016 بتعاون الأهالي ومدرسة الآباء بفتح بعض المنازل ومواصلة التعليم فيها خلال هذا العام الدراسي. يدرس طلاب توبان الآن بكل جد واجتهاد، فكل طالب منهم يقدر ما قدمه آباءهم في سبيل استمرارهم في التعليم ودحر ظلم الجهل، فالمستقبل المشرق لا يكون إلا بالعلم.